الرسل الله جاب سبحانه وتعالى 18 رسول 18 في سورة الأنعام. بعد قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تقول لي أنا سوداني؟ وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال للملائكة ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما عندهم حجة إلا البغض بسبب هذا التوحيد. والله الذي لا إله غيره دي أكبر مسألة مزعل الناس دي. ما تسمع يقول لك الفقه أسي تخش في الفقه يخالفوك ذاته في الفقه. تقول لهم قال الإمام أحمد يقول لك مالك ماله. تجيب له الإمام مالك يقول لك ما تجيب لنا باقي الأئمة. تجيب باقي الأئمة يقول لك طولت الشغلة دي. تجيب الحديث تشرحه يقول لك النصوص دي ما دار علماء يشرحوها ما برضو منك أبدا. يقول لك الفقه تدرس في مسجد أنا قعدت فيه سنتين الله يتقبل شرحنا فيه أكثر من 20 باب من أبواب الفقه. والله الذي لا إله غيره الطهارة والصلاة والأحكام وكذا وكذا وكذا. بس انتهينا بعدين كتاب التوحيد من غير ميكروفون شالونا برا طوال. أنا عرفت العشرين باب دي الله يتقبلها غير والله يشيلوك برا. يقول رسول مرقوا من مكة صلى الله عليه وسلم هذا يقول لك الأسلوب. ها الرسول أسلوبه كيف رأيك فيه شنو صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أنت متحبب. وكانوا بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيقول له الصادق الأمين مما جاء بالعقيدة الصحيحة ودعاهم لي علمه ربه فأراد أن يعلمه طوالي شنو. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. واحد من ثلاثة يا يسجنوك يا يقتلوك يا يطردوك برا البلد. والشغلة دي قديم واسي شغال أتواصوا به قديم لا أسي شغال يا طردوك. مساجد كثيرة والله في كتاب أنا لفيت به قريب 12 سنة دار أتمه ما قدرته واللي أسي ما قادر أتمه. يحاجوك بالشفاعة دي الحجة الثالثة. نحن نسألهم بالراحة نقول لهم الشفاعة دي هل بتكون يوم القيامة؟ يقول لك أنتوا بتنكروا الشفاعة. ينادي الشيخ تزالوا يقول لك بتنكر الشفاعة. أقول له بالراحة ما بننكر الشفاعة. الشفاعة متين يوم القيامة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني الشفاعة دي بتطلبوها من منو؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء دي. أيوة بتطلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام. أي لما تطلبوها منه أنتوا حيين ولا بتكونوا أموات؟ يقول لك نحن بنكون أحياء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تطلبوها منه بيكون حي ولا بيكون مات؟ بيكون ميت. ولك بيكون حي يعني يوم القيامة حي. بتطلبوها منه وإنتوا في دار كالدنيا وهو في دار كالآخرة ولا بتجتمعوا في دار واحدة؟ في دار واحدة هي دار الآخرة. إذن هذه الشفاعة هي الجائزة. وأما التي يقيسون عليها وأما التي يفعلونها باطلة من أوجه. الوجه الأول أنهم يطلبونها ممن لم يأذن الله له. واحد وهناك الرسول بيسجد حتى يأذنوا له صلى الله عليه وسلم. اثنين بيطلبوهم في الدنيا والمطلوب منه في شنو؟ في الآخرة أو في القبر. يبقى اختلفت زي اللي بيحاجوك يقول لك انتوا بتقولوا الميت ما ينفع. موسى عليه السلام لما الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج هالصلاة من 50 بقوها 5 وموسى عليه السلام وكان ميت إذن الميت ينفع إذن. ودي ما حجة لأن موسى عليه السلام هل هو الذي يصعد إلى الله أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع ويطلب؟ الجواب شنو يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين بس باختصار شديد. الرسول عليه الصلاة والسلام موسى لما يتكلم معه عليه السلام
هل كانا في مكان واحد أم اختلف المكان؟ كانا في مكان واحد في السماء السادسة، في السماء السادسة، واجتمعا في مكان واحد، وخاطب موسى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام. انت لما تجتمع بيدا بعد تخش مع جوه في القبر، انت افتح القبر خش مع جوه صحيه بعد يتكلم معاك تاني اطلب منه، لكن تبرى وهو جوه تطلب كيف؟ وهو بيسألوا فيه من ربك، وده برا شغال العربية دارة تنقلب، والزول ده جوه في سؤال قالك عندهم حديدة هو فاضي لك، وده بيسألوا فيه جوه ناس ذاته، شغلة عجيبة جدا. عشان كده شفت الناس ذيل أهل البدع ذيل جابوا لنا نحن نبس شديد جدا، والله يجوا الكفار والخواجات يجوا يقفوا في بعض المقابر يصوروا الأشياء اللي بيعملوها ذيل تاعين الخرافات ذيل، ناس لافين بكراع واحد، واحد لابس له لبسة فيها 100 لون، واحد ما بعرف ايه، واحد شايل له 70 سبحة، تقول راس رقبته شماعة مالية سبح وأشياء، واحد مربوط من النص، واحد بنط، واحد بيشيل في تراب بكبه. الخواجة يجي يصور ويرفع الشغلة دي هناك، نشوف المسلمين شوفوا دين الإسلام، هسي ده برغبون ولا بنفرون؟ يا أخي الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا أخي ده ذاته من الدين. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، إذ طلع علينا رجل، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، مش خضر مرقع، شديد سواد الشعر، النظافة دي ذاتها دي من شعارات الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، نصف الإيمان. شفناهم بعيننا واحدين بتراب كر شغال يكف في التراب في راسه، تصبر التراب ده جايك بعد تموت، أنا جيهك جيها تمام جايبه ينسي مالك، نظف راسك ساز دايب. هو في الله بيتقربوا له بتراب يكبوه في الراس؟ دي عبادة لله سبحانه وتعالى؟ بلاوي واحدين يأكلوا في قزاز، أستي خش اليوتيوب، واحدين سحرة يأكلوا في القزاز، واحد يدخل سيخة بيجاي مرقة بيجاي، هسي دي بتدخل زول إسلام؟ والله يستر على الجوة ما يمرقوا، دخل سيخة بيجاي مرقة بيجاي، قال دي كرامة. هو زول بيكرموه يقدوا له جضمه؟ دي كرامة هسي ولا مشاكل دي؟ كلا بلاوي أخوهم الناس والله الذي لا إله غيره. هسي أول أمس سمعت لي مقطع، شفت لي مقطع، قال قرية بالقرب من الخرطوم ولا شرق النيل جايبنا، قال ديل من كراماتنا الثعابين، شايلين الثعابين جايبين واحد اسمه خضر، قال دي كرامة دانيلا المكاشف، سيرة دانيلا المكاشف، شايل الثعبان وخدتي في رقبته، والطفل بتاعه برضو ثعبان في رقبته، والمرأة برضو شايلة لها ثعبان في رقبتها، وذاك يصور بالكاميرا، ودي ثعابين، دي كرامات هسي؟ انت كرامات تمشي تلقط في الثعابين؟ دي كرامة شنو ذاته؟ وإلى الله المشتكى، ده كلام كله يا جماعة ما يغني، ما يسمن ولا يغني من جوع، ده ما الدين، الدين ده والله أنت نظيف ومحترم وظريف جدا، صلي صلواتك الخمسة وتعبد الله سبحانه وتعالى، داير حاجة تطلب من الله، تسبح، تقرأ قرآن، قلبك مرتاح ومستقيم، أخلاقك مع الناس طيبة، معاملتك طيبة، الدين فيه عدل، فيه إكرام، فيه إحسان، فيه مسامحة، دين حاجة تمام، شيء تمام ذاته، اللي بيعرفه اسلم ذاته. لكن تجد انا هسه اذا ارد عليه زول للاسلام اشيل لي سيخه اركبها بيجا مرقه بيجا اقول له عين ديل اكبر اولياء في الاسلام، اقول لك يا زول انا كان خشيت ذاته ماذا اكون ولي اخوي، تقد قد ما ينفع معي، معقوله يا اخي؟